صباح الفل والياسمين يا جماعة، ورب يكون الخير والتفاؤل من مصر والناس كلها. دلوقتي احنا هنعرف ازاي خطوات الريجستريشن عشان كورس جديد في الاي يو سي. طبعا الادمنستريتور او الاداريين اللي في الجامعة بيبعتوا لنا ايميل زي مستر وليد كده معامل، وانا بمشي تبع الخطوات المبعوثة لي بالظبط. فهو بيقول لي هنا ايه الستبس اللي همشي عليها اهي. اول حاجه ان انا ده الرابط اللي انا من خلاله هسجل، وبعد كده بيطلب مني ان انا ادخل او رايت الستودنت اي دي نمبر والبين كود بتاعي، وفي المنيو اللي هي اسمها ستودنت تحتيها اللي هي الريجستريشن بضغط الاد اور دروب، وبعد كده بسلكت الكورس او الكاتيجوري بتاعتي اللي هي الجي اس اي بي اي دي اف واي 21 فول 2020، و اندر ذا بوكس ويتش از نيمد سي ار ان اي بوت ذا كورس نمبر ويتش ويل بي ريجسترد ان اللي هو هنا 143، وبعد كده بعمل سبميت للتشنجز. اوكي، وهنا بيقول لي فيه بيقول لك ان كيس اوف انكاونترينج اني بروبلم ات اني ستيج بليز كايندلي كونتاكت اور كوليجز في السكول اوف كونتينيوينج اديوكيشن اللي هي الاس سي اي، وده الايميل بتاعهم. اوكي طيب، فاحنا ببساطة هنضغط على اللينك دوت اهو، تمام. وبعد كده لو انا ما ظهر ليش، انا عشان بخش هنا ودخلت قبل كده وعارف، فالاوريدي الاي يو سي يوزر ار ستودنت يوزر ار دي بتاعي موجود والبن، فعلى طول بلوك. لو انت مش ما عندكش اليوزر دور عليه في الايميلات، او لو انت محتفظ بيه هاته. لو انت مش متنظم بعد ما تجيبه اكتبه في نوت بوك او في نوت باد عندك في الحاجات المهمه والباسوردز المهمه اللي عندك على الجهاز. وبعد كده بضغط لوجن اهو. هنا بيقول لي هنا نرجع تاني للستيب التاني ايه، بعد ما دخلت الستودنت اي دي والبين كود هضغط على ايه، على الستودنت. اوكي، فارجع هنا في المنيو بتاع الستودنت اضغط عليها اهي، بريس ان ستودنت اند تشيك اول ذا ستيبس ريجستريشن. برجع هنا على ريجستريشن اهي، كليك على ريجستريشن. وهنا برجع تاني بقرا الحاجات دي، شايفين مهم جدا اقرا اي في نوت ولا حاجه بقراها كويس. برجع هنا تاني، وهنا بيقول لي ايه اندر ريجستريشن سيلكت اور زين اندر ايد اد اور دريب اور دروب كلاسز، بقى برضو على كليك على ايه اد اور دروب، اد اور دروب كلاس اهي اهي موجوده شايفينها نمبر 2 تحت سيلكت تيرم سيلكت اند كليك يا اوكي. بعد كده برجع بختار ايه الكاتيجوري بتاعتي اللي هي الجي اس سي اي تمام، والبيد اف واي 21 فول 2020 اهي، برجع لها تاني اهي، وبختار من هنا الجي اس سي اي بيد اف واي 21 فول 22. بعد كده بعمل سبميت، برجع هنا اشوف برضو هنا بيقول لي ايه اد في السي ار ان ان ذا بوكس ذا كورس نمبر اللي هو ايه كورس سي ار ان النمبر بتاعه كام 143 143. اوكي هنا السي ار ان اس بكتب هنا 143. اوكي خلي بالكم، وبعد كده هنا بيقول لك ايه ده مفتوح من 31 اغسطس تمام، وادي النمبر بتاع الكورس، الكورس اسمه النمبر 143 ستيم 500301، النيم بتاعه اللي هو موجود فين في الكونتينيو اديوكيشن تمام. وبعد كده هعمل ايه سبميت فور تشينجز. هنا انا لما عملت سبميت فور تشينجز اداني بقى ايه، اداني ايرور يقول لك ريجستريشن اد ايرور. طيب هل انا ريجسترد ولا لا؟ انا قلقان مش كده، سهله جدا. اعمل ايه بقى، اعمل اخد سكرين شوت برنت سكرين اهي، وافتح البنت براش واظبطها بدل ما فيها كل الحاجات ديت ماشي، واروح بعتها لهم. اوكي يعني اقص كده بعد ما افتح البنت براش اقص من هنا هنا كده من هنا حتى تمام، وبعد كده اعمل ايه اخدها وافتح الايميل اللي اوريدي مفتوح
وهعمل انا عندي هنا في ايميل بيقول لك ابعت لي ايميل لو في حاجه مشكله، اخد الايميل دوت اللي هو بتاع جي اس اي اهو تمام، اخده كوبي بيست وانا اعمل ريبلاي لمستر وليد اللي هو الادمنستريتور او في الاداره بتاعت الجامعه، ومع الريبلاي اروح بيست للايميل دوت عشان يبقى انا ايه بعت للاثنين، عشان يبقى كده انا عرفته ان كان في سم بروبلم اور ايرور. وبعد كده هو بيديني ريبلاي بيكونفيرم، بقول له اكتب لي بقى، بكتب تحت بعمل بيست للايه للسكرين شوت اللي خدتها هنا في الايميل برضو او اتاتش لو انا عملتها كحفظها كفايل، وبكتب له جملتين بقول له ان انا فلان الفلاني اللي هو في بدرس الكورس الفلاني او الدبلومه بتاعت الاستم اوكي مثلا، والاي دي الستودنت اي دي نمبر كذا، وانا بعمل ريجستريشن للكورس رقم كذا، حصل ان ايه لقيت الايرور مسج ديت، ودي اللي هي الاباف انكلو تاج فايل شوينج اور بيكتشر شوينج يو ذا ايرور اوكي، بليز كونفيرم بي باي ذا تكنيك ذا ايشو اف ذا اكسبتد اور نوت، وبس ادي الموضوع. فالموضوع سهل جدا، واتمنى تكونوا استفدتم، ويا ريت يا جماعه تشجعوني وتدعموني لما تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يجي لكم كل جديد، واحنا بنتعامل يعني بنتعامل مع بعض في الكولابريتيف وبنفيد بعض وبنساعد بعض. ثانكس ثانك يو فور ليسننج، وما تنسوش تعملوا لايك برضه. سلام. كنترول شيفت و